ومن مشعر منى الذي ينتقل إليه حجاج بيت الله الحرام بدءا من ساعات الفجر الأولى لهذه الليلة بعد مبيتهم بمزدلفة، وتحديدا من غرفة القيادة والسيطرة يلتحق بنا الزميل خالد الجناحي. أهلا بك خالد معنا ومساء الخير، ما الجديد لديك في غرفة القيادة والسيطرة في ظل هذه الإجراءات الاحترازية التي تقيمها المملكة في هذا الموسم من الحج؟ نعم محمد، ربما ليس الجديد ولكن الأبرز هو ما يعني يؤكد ساعة بعد أخرى من قيادات الأمن ومن المسؤولين في أجهزة الدولة، ومما قاله معالي وزير الحج بأن في موسم حج هذا العام لم يتمكن ولا شخص واحد من كسر الأنظمة ودخول منطقة المشاعر وأداء فريضة الحج بدون تصريح. نعم هناك بيانات صدرت عن الأمن العام بأن جرى القبض على مجموعة من الذين حاولوا التسلل ودخول منطقة المشاعر، لكن محمد الطوق الأمني الذي خطط له ونفذ أنتج هذه النتيجة وهو الهدف، أي أن الهدف تحقق 100%، لم يستطع ولا شخص واحد من أداء فريضة الحج بلا تصريح. وطبعا تعلم محمد أن يعني محدودية الحجاج وسعي أجهزة الدولة بأن يكون الحج فقط لمن هو مصرح لهم هو للحفاظ على سلامة الحجاج وتحقيق المقصد الرئيس من مقاصد الشريعة وهو حماية النفس وحماية الإنسان. كما ذكرت أيضا محمد أنت بأن الحجاج الآن يقضون أوقاتهم في مشعر مزدلفة، وربما الصورة التي خلفي هي إحدى يعني كاميرات الأمن التابعة للأمن العام تظهر الحجاج في مواقعهم التي أعدت مسبقا للحجاج حتى ينتقلون مرة أخرى إلى مشعر منى ويرمون جمرة العقبة، ويتجه منهم من يتجه إلى طواف الإفاضة. شكرا جزيلا لك خالد الجناحي من مشعر منى، يعطيك العافية.